السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة من برنامجكم ضيف الثقافية. ضيف ثقافيتي في هذه الحلقة ضيف مختلف جدا. لماذا؟ لأنه عميد للأدب الموريتاني. إن لم أقل ولست هنا أبالغ أنه لعله من بين الذين يجوز أن يقال عنهم إنهم خلفاء عميد الأدب العربي. ضيفنا في هذه الحلقة هو الأستاذ الشاعر أحمد والعبد القادر. لست هنا لكي أحدثكم عن الأستاذ الشاعر أحمد والعبد القادر، لأني مهما قلت مهما تحدثت فالجمل لن تساعدني في تقديم الرجل. أهلا بكم ضيفنا الأستاذ الشاعر أحمد والعبد القادر. نحن هنا في منزلكم العامر إن شاء الله، والعامر بكم وبأهلي. أهلا بكم. تتشرف القناة الثقافية بأن تزوركم هنا في المنزل لتحدثوا المشاهد الكريم عن الأستاذ الشاعر أحمد والعبد القادر، ليس فقط في الجانب الأدبي المعروف عنكم بالشعر أو القصة أو الرواية، بقدر ما سنتحدث عن شخصكم الكريم في مجالات أخرى تتعلق بالثقافة والأدب بصفة عامة. لكن قبل كل هذا وذاك، اللغة العربية والمحضرة رديفان أو رئران أو توامان شكل هذه البادية العالمة وخلق هذا التميز الخاص بالمجتمع الشنقيطي الموريتاني الذي عرف بأنه المجتمع الفصيح والأديب. في لحظات كانت الحضارة العربية الإسلامية تشهد حالة من 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 من, من ضعف الأدب العربي بصفة عامة. كانت البادية العالمة هنا تستعيد امرأ القيس وتستعيد عنترة بن شداد وتستعيد شنفرة وما إلى ذلك. أي علاقة إذن بين اللغة العربية والمحضرة؟ شكرا على الاستضافة. شكرا لكم. شكرا على الزيارة. شكرا لكم. شكرا على الثناء الذي قد يتجاوز قليل من كثير حدود الواقعي. قليل من كثير. يقال إن المركز عندما يقوى يكون دائما أقوى من الأطراف، إلا في حالات استثنائية عندما يضعف قد تحتفظ بعض الأطراف أو تختص بقوة معينة في زمن معين. قد يطلق هذا على ظاهرة المحضرة في أقصى طرف من المركز الثقافي المعرفي العربي في ظروف معينة، ما سمي انحطاطا هناك وسميناه احنا عندنا هنا نهضة المحضرة. المحضرة واللغة العربية علاقتهما علاقة الشيء بخصائصه، علاقة الشيء بنفسه. اللغة العربية كانت هي هوية هذه المحضرة، وهي مجالها، وهي أفقها، وهي مدارها، وهي لاحبها الذي تسلك. إلا أن المحضرة التي عاشت الآن 4 قرون ما بعد 1000 كامل كله كان زمن المحضرة، وأطلق المحضرة على محضرة أستاذنا المرحوم العلامة المختار بن أبونا عندما يقول ونحن ركب من الأشراف منتظم، يعني المؤسسة المعرفية التعليمية البدوية. نعم. الرحالة. نعم. هذه هي المحضرة. نعم صحيح. أما ما كان في المدن فهو معاهد أو زوايا علمية، وبالتالي ما يزدهر الآن ويتكاثر في مدننا مما نسميه محاضر ليس محاضر بالمعنى البدوي المعروف، بمعنى المحضرة بخصائصها. نعم. بل هو سموه، شئتم سموه معاهد، شئتم سموه كتاتيب، بعض كتاتيب درجة معينة من التعليم الأصلي. لماذا أقول إن المحضرة هي تلك البدوية؟ نعم. الحالة لأنها انفردت بخصائص مميزة. مثل أولا أن المجتمع الرحال مجمع على تقديس العلم والمعلم والمتعلم.
العلم والمتعلم والمعلم. والمعلم. نعم. هذا المثلث مقدس عند المجتمع البدوي الموريتاني. وفي حال وفي تاريخ كانت تغيب فيه الدولة المركزية كانت الأوقاف العرفية حاضرة ماديها ومعنويها. تعرفون أن التلاميذ لهم تاكشيت إذا نزل الحي كان راحلا، كل أسرة تعطيهم غداء أو عشاء، إذا ولد طفل العقيرة النحيرة أو الشاة العقيقة للطلاب للمحضرة، إذا وقع حفل زواج لازم ذبيحة أو مائدة كبيرة لطلاب المحاضر، إذا احتاجوا. أنا أدركت التلاميذ عندما يحتاجون للعشاء يكون بقرهم أو حدائبهم ضالة يسكتون حتى يكون أو بعد صلاة العشاء يعلنون الأذان فوق عرائشهم فتأتي الحي كله يأتي بالأطعمة إليهم ويأتي بالمعونات. يعني كانت كما قلت منح عرفية متفق عليها، وكانت معها منح معنوية. طالب العلم المتغرب بالعلم متغرب العلم إذا بدر منه ما لا يليق، طيش أو ظلم معين أو فوضى أو شيء، لا يعاقب، إنه طالب علم فليسامح. كل ما يفعله طلاب العلم جميل ومقبول أو متسامح عنه أو متسامح أو يتسامح عنه. إذن هذه هي الخاصية الأولى، لأن المجتمع رحال. الخاصية الثانية أنه كان رحال، مجتمع يرحل بهذا، وهذه إحدى الخصائص. هناك خاصية التحفيظ، أن شعارهم من ترك التكرار لا بد أن ينسى، تكرير الدرس وتكرير الحفظ تكريرا قويا 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 بإدمان قوي وتكرار. هذا كما قال أحد الفلاسفة المعاصرين، الشيء الذي نتعلمه جيدا هو ذلك الشيء الذي نتذكره عندما ننسى كل شيء. فالتكرير الدائم يجعل المدروس جزءا من سلوك الدارسين. نعم. يعني هذه خاصية منهجية. خاصية أخرى أن الطالب هو السيد الذي يختار ما يريد أن يقرأ، يأتي هو يختار، هو الذي يعين المنهج. هناك نوع من الحرية، والحرية دائما يتبعها الإبداع ويتبعها النجاح. كل ما هو حر، كل ما تدخلت فيه الحرية من أساليب العمل دائما يوشك أن يكون له عامل نجاح قوي. الطالب هو الذي يحدد ماذا سيدرس، وليس الأستاذ. ليست هناك جهة تفرض عليه منهج يدرس هذا، فإن انتهيت منه أخذ الكتاب الفلاني يدرسه. أنظمتهم كثيرة جدا وهكذا. لكن هناك المقابل السلبي، هذه الخصائص التي لم توجد في أي بلد من العالم، المؤسسات العلمية الرحالة يقابلها سلبيات. طبعا لكل شيء سلبيات طبعاً. وإيجابيات طبعاً. مثلا البادية انتهت، المحضرة انتهت، رحلت إلى المدن، إذن خلاص انتهت، لم تعد المحضرة قديمة. هل ستدوم هذه الظاهرة، خصائص والظاهرة نعم، وإيجابياتها هل ستجد لها امتدادات في العملية التربوية الحديثة؟ يصعب ذلك. وقد أشار إلى ذلك أحد الشعراء الحسانيين القديمين في عبارة قوله، الرحالة معها أمار، من تصريف الحي الرؤوه، شوفت تلك الفاية قفار ضربها قبلتها منسوه، وجدرها عاده باللغار، وجماعتها متى تشوف عينك منها رداد أخبار، غير الرحالة معها أمار. مسكي. ما هو بدوي يصعب أن تكون له امدادات في الحضر. هذه صعوبة قائمة وتزداد عندما لا يعي أهل الحضر ولا يطمحون
البحث عن امدادات تمددات لتاريخهم في الماضي في الحاضر. هنا تكمن السلبية، لأننا سنفقد أساليب عظيمة وعادات جميلة مجهلة بسبب عدم طموحنا وتخطيطنا لحمايتها، وبسبب أيضا أنها بدوية يصعب السيطرة عليها وإقحامها في عملية مدنية حضارية. نعم. طيب، هذا التحليل يحيلنا إلى سؤال مهم جدا في هذا اللقاء، هو أي تأثير كان للمحضرة وللغة العربية التي كانت هي حاملة علوم هذه المحضرة، أي تأثير لهما في الشاعر الأستاذ أحمد ولي عبد القادر في بداياته في البادية، ذكرياته في معهد أبي تلميذ، وكذلك ممارسته للصحافة؟ أنا أدركت من المحضرة حوالي 3 سنوات، يعني عشت فيها 3 سنوات قبل سنة 60، كنت في عهد الصبا أذهب بعيدا عن بيت والدي وأمي وأمكث أغلب السنة في المحضرة. وأدركتها بألقها في شكلها القديم، وما عرفت منها كان قبل أن تغزوها أساليب العصر الجديد. وفعلا أنا ابنها وهي ملهمتي، وبدأت أكتب الشعر. نعم. وأنا أواخر الخمسينات، السنوات الأخير، السنتين الأخيرتين من الخمسينات، وأتذكرها بكثير من الحنين وكثير من الحب، خصوصا لأساتذتها. أدركت أساتذة كانوا في البلد كله، أستاذ يتخرج من المحضرة عنده 30 سنة تقريبا ويبقى 50-60 سنة متطوعا لتدريسي دون أي عون خارجي، أي تشجيع خارجي. عجيب. أي يعني متطوع تماما يعني. هذا من المحضرة دخلتم إلى معهد أبي تلميذ، ومنها إلى معهد أبي تلميذ. معهد أبي تلميذ عندما دخلته كان محضرة، نصف محضرة ونصف معهد عصري. كان فيه كوكبة من الأساتذة الأجلاء من أمثال محمد علي بن عدود رحمه الله، ومنه محمد يحيى إسحاق ومحمد الباب والشيخ سيدية أحمد المولود أحمد المولود والدادة أحمد المختار والدادة إبراهيم سيدي عبد الله محمد بن أبو سالم بن أحمد بن سالم إلى آخره، كوكبة جيدة جدا من الأساتذة. فهذه كان يديره أستاذ تونسي بشير العريبي، ومعه أستاذ آخر واثنان تونس. كان جميع علوم المحضرة تدرس فيه، لكن نفس الوقت يدرس الجغرافيا والتاريخ ومبادئ الرياضيات والتربية المدنية إلى آخره. فليس محضرة بالمفهوم الكامل وليس معهدا عصري. كان يزاوج بين هذا وذاك. تذكروا أنه بقيت فيه 3 سنوات أو 4، وعندما عند السنة الرابعة تساءل الطلاب عن الشهادات، أنهم متى يترشحون لبكالوريا عربية. فجاءهم الجواب من وزارة التهذيب أن عليهم أنه يلزمهم بعض الصبر حتى ترسم اللغة العربية، لم تصبح دستورية بعد. هناك مطالبات وهناك عزيمة على ترسيمها واحتجاجات على عدم ترسيمها، لكنها لم تصبح دستورية. في أي سنة كان هذا؟ هذا 64. بدأت اضطرابات في المعهد وأنا خرجت عنه، ذهبت عنه في هذه الفوضى والاحتجاجات. والعربية سترسم سياسيا 68، بعد ذلك بـ4 سنوات، وعمليا
أول بكالوريا 74. أول بكالوريا كانت 74. 74 أو 75. عملية طويلة. من معهد بتليميت دخلتم إلى حقل الصحافة؟ دخلت إلى أصبحت معلما مدارس ابتدائية. وكنت منتخبا في أول الأمر في مكتب نقابة المعلمين العرب الذي كان وقتها يتطوع بحمل راية المطالبة بالتعليم باللغة العربية. كنت مسؤول الإعلام لمدة طويلة، لمدة بعد عدة سنوات، عن مسؤول جريدة الواقع. كما اشتركت وقتها في تحرير، رئاسة تحرير مجلة لبعض الشباب، تنظيمات سرية من القوميين العرب اليساريين تسمى موريتانيا الفتاة، إلى جانب الواقع التي هي معترف بها وتصادر مرة وتصدر مرة. هذا هو علاقتي بالصحافة لمدة 3 سنوات. أو اشتغلت في جريدة الشعب تقريبا 75، حوالي 9 شهور. هذا إذن علاقة محدودة بالصحافة، لكنها ربما كانت محدودة في الممارسة، لكنها كانت حاضرة بقوة من خلال حضوركم في الصحافة وفي الإعلام بصفة عامة. عن طريق الصحافة وعن طريق تفاعلكم مع المجتمع وتعاطيه معكم وتقبله لكم، عرفتم بمجموعة من القصائد اشتهرتم بها في أوساط كل الموريتانيين، مثل في الجماهير تكمن المعجزات، ومن خلال وكذلك ريشة الفن والسفين. في رأيكم أسباب ضياع هذه القصائد والظروف الخاصة التي كانت تصاحب كتابتها، أسباب ضياعها عند الناس، وكيف كتبتموها؟ ما هي الظروف التي دعتكم إلى كتابتها؟ لكل نص مواعظ. نعم صح. أنا مقل في الكتابة وأؤمن بالمناسباتية، الحياة كلها مناسبة صح، والمناسبات فيها ما يستحث القريحة ويستحث الكاتب، وفيها مناسبات يستحثها الكاتب دون أن تكون ملهمة صح. ما إذا حضر عنصر الصدق المشاعري الحياة مناسبات صح، وكل مناسبة لها خصائصها. أنا ألاحظ أني كلما كتبت بعض القصائد أعطيها عنوان ويعطيها الجمهور عنوان آخر. عندي قصيدة تسمى قصة شعب يسمونها فرحة العيد، عندي قصيدة للجماهيري عنوانها ثورة الفتح يسمونها هكذا. دائما الجمهور يعطي عنوان غير العنوان الأصلي. سأتوقف عند قصيدة ريشة الفن، أو قبلها قصيدة الجماهير. الجماهير قصة غريبة. 69 أنا في قرية من أدغال سيلي بابي، قريبة من وادي قمقم غربية أشوط، تسمى كمبر، بعد مدرسة ابتدائية. نعم. وأتابع الأنباء براديو ترانزستور. فيه مجموعة من الفدائيين من جنوب لبنان قاموا بعملية ناجحة نوعية في منطقة نهاريا في فلسطين المحتلة. نعم. في نهاريا. وانسحبوا بسلام، لكن في مكان ما من جنوب لبنان حسب إذاعة ذلك الوقت منطقة تسمى العرقوب، جيش لبنان لا يسمح للفدائيين وقتها بالذهاب جنوبا، اعترضهم، وقع بينهم يعني اشتباك. ثم جاءت ضربات من الخلف من جهة الجيش الإسرائيلي وتمترسوا بالجبال، وحسب إذاعة لندن أنهم تمكنوا من الخروج بعد أيام من الحصار بعون من جماهير المنطقة. عجيب. يعني أعطوهم ملابس تنكرية أو لا أدري، لا أتذكر التفاصيل. فهي يعني جماهير العربية الفلاحين وجماهير هي اللي أنقذتهم، هي اللي ساعدتهم، وهي المذكورة في الجماهير تكمل المعجزات. ومن الظلم تولد الحريات، من الليل سابحا في الدياجي مدلهما تحفه الظلمات،
ينبع الفجر مشرقا في الأعالي تتهادى بدربين. من أسباب اشتهارها أنها كان يغنيها الشباب في نضالاته، فانتشرت انتشارا واسعا. ثم إنها بعد 15 سنة أو ذلك وقعت الانتفاضة الفلسطينية الأولى، فرأى الناس تشابها بين أحداث الانتفاضة وتوقعات أو أماني الشاعر. نعم. نغني للموت بل ونراه في سبيل الحياة هو الحياة ونغني حتى الجراح تغني. فسألني بعضهم كثيرا ما يسألونني لماذا سنة 69 تكتب عن الانتفاضة، لماذا تكتب عنها؟ أقول لهم، أحيلهم إلى مقولة لأحد الشعراء لأحد الكتاب الأوروبيين القدامى، يقول إن الشاعرة والفنانة قد في بعض الأوقات في بعض الحالات ينبغي أن يصف الأمور كما ينبغي أن تكون لا كما هي. زين. يعني التمني. زين. التمني لتقدم الحالة. يستشرف مستقبلا. كيف تذكرون مواقف، أو هل تذكرون مواقف بالعكس، هل تذكرون مواقف خاصة ومحطات هامة لكم في مهرجان المربد؟ مربد شاركت فيه حوالي 5 مرات، وكان بعضها مع الأستاذ خليل النحوي، وفي مرة واحدة كان معنا محمد الحافظ ولا أحمد الشاعر. نعم. جيد ممتاز، وغيرهم من الشباب. ولا أغالي إذا قلت إنه كان من المنابر الأولى التي خرجنا فيها أو حاولنا أن نخرج بلادنا من العزلة. فكان الحضور تذكرها بكل اعتزاز، والشباب اللي كان يشارك فيه من موريتانيا كانوا يمثلوا البلد تمثيل جيد، وكان فرصة للتعرف على جزء من الإشعاع الثقافي الشعري لبلاد شنقيط. هناك مواقف ذكريات تتذكرونها في هذا المهرجان، في هذه مواسم المهرجان المختلفة، مع شخصيات، مع شعراء عرب، مع كان فرصة لقاءات جيدة مع شعراء. الآن أتذكر أنني شاركت في مهرجان 69 مهرجان الشعر القومي قبل المربد بأيام، مع الأستاذ عدودي رحمة الله عليه، ومع الخليل ودنحوي. أتذكر أننا وصلنا نحن الثلاثة، فوجئنا بأن مهرجان المتنبي دعي له 3000 أو حوالي 3000 من رجال الأدب، ثلثاهم من البلدان، ثلثان من البلدان العربية، والثلث الآخر من بلدان العالم كلها عن المتنبي. وكل وفد يأتي بكتب ومؤلفات عن المتنبي، يعني بمكتبة عن المتنبي. فأشفقنا على أنفسنا أننا لا نحمل تأليفا ولا مطبوعة عن المتنبي. ثم عزمنا على أن يكون لنا مشاركة ملفتة للانتباه. فتولى الخليل نحوي كتابة قصيدة جيدة لإلقائها في ليلة أمسية الشعر القوي، وبرمج وتولى أنا إلقاء قصيدة تكون من الشعر التفعيلة الذي له أعداؤه، ولكن عن طريق احتجاجات المحتجين على الشعر التفعيلة يكون لنا حضور بهذه الطريقة. نعم. خالف تعرف، يعني المهرجان فيه فطاحة الشعر العمودي الجواهري وغيره من الشعراء. فكانت مشاركة الخليل جيدة في أمسية الشعر القومي، وكنت أنا في جلسة الافتتاح لقيت قصيدة رحلنا مع الفجر، رحلت مع الفجر صوب الشروق، أسافر بالشوق وردا وجمرة، خيالي الحنين زنادق حب تنير الوجود، وحرقة بين تهز الجماد، تغني البراكين نخبا عتيقا من الرفض،
غطاه ذيل السنين ضحكت وعندي من الذكريات لشنقي طبقات ود قديم تعيش مع القلب تنبض دوما بعرف الوفا معي قبضة من تراب المحيط تلألأ ماسا وأرجو من أخ قديم الدوس رياح السنين وزحف الرمال شعشع تاب الحقيقة ما لا يكون وتهديك عبقر تاج الخلود لتبقى أميرا على الخالدين في عنوان أمير الخالدين زين إلى آخرها. قال لي بعض أساتذة النقد أيها الشنقيط لا تبتعد عن القافية والشعر القديم لست بحاجة لهذا. فكان هذا النقاش نحن يعني قصدنا أن يثار النقاش حول قصيدة جميل لكن الذي ضبط الذي ضمن لنا الحضور بشرف أن الأستاذ عدود لم يتسامح مع بعض المتداخلين في إظهار لحن معين في جمع من الجموع أو تصريف فعل من الأبعاد فتحول إلى أستاذ للغة جميع الناس يدرسون عليه ليس ذلك غريبا فأصبح بيته محضرة يطرحون عليه معضلات أساتذة اللغة العربية وأساتذة النحو معضلات التصريف ومعضلات يعني أصبح مفتيا في مجال النحو مدة المهرجان 7 أيام. فتذكر أننا بدل أن أتي بمؤلفات كان حضورنا مشرفا وأعتز بذكرياتي. ليس هذا غريبا خاصة إذا عدنا إلى تعريفكم للمحضرة الموريتانية القديمة ونحن ركب من الأشراف منتظمون فأنتم تحملون هذا العلم وهذا الأدب والشعر في صدوركم وتلك عادة البدوي الموريتاني عموما وأنتم من أحسن هؤلاء الذين تقدمون ثقافة المجتمع الموريتاني وأدبه. تعرفتم على أنحاء موريتانيا في السبعينات والثمانينات كباحث في التراث والعادات والتقاليد وكان اسمكم يسبقكم في كل مرة تزورون فيها مكان ما أو منطقة ما. هل هناك طرائف أو قضايا لا تزال راسخة في ذهنكم خلال هذه الرحلات؟ فعلا أنا اشتغلت من 75 إلى 85 في معهد البحث العلمي وهو معهد العلوم الإنسانية طبعا واشتغلت مع الأستاذ عبد الله والببكر مؤسس المعهد والله سعد مديره الأول الذي أسس له وأسس لوجود المتحف وكان المعهد وقتها أيضا كانت إدارة الثقافة وقتها عندها قسم للموسيقى من حيث وحدة الفنون الجميلة التي أتذكر دائما أنها يجب أن تكون مفهوم الثقافة للفنون الجميلة يبقى جامعا. كنا نشتغل في إحصاء المخطوطات مركزين على المدن القديمة ولا تتيشيت تجيكجيها ولكن ولا تتيشيت ودان شنقير هذه المدن مدن القوافل ونسجل بعثات أخرى لجميع الولايات. أتذكر أننا نجد دائما طرائف أو مسائل غريبة في المكتبات. مرة وجدنا رجلا من أسرة الباب الحامدي قريب من روسو أسرة علم شرفاء الباب الحامدي عنده مكتبة كبيرة وهو بصير يعني أعمى
وكان حوالي مكتب بيئات كان عن طريق الملمس يمد يده بسرعة ويأتينا بكل كتاب عجيب كما لو كان يعني تام البصر عجيب يعني شكل لم أفهم لم أفهم عجيب لم تفسيره له حتى أنه يفتح عن المرجع ويكون قريب قلنا قريب هنا أو هو سبحان الله سبحان الله نجد غرائب في المخطوطات نفسها غريب أننا في شنقيط وجدنا كتابا يعني كتاب الكافية لمحمد في النحو كتاب في النحو كتاب الكافية بخط نسخة جميل مكتوب على صفحته الأولى هذا الكتاب لأحمد باشا الجزار هذا الرجل كان يحكم إمارة فلسطينية عاصمتها عكا وهو الذي ردعت قواته جيش نابليون القادم من مصر فهزموه فلم يذهب إلى الشام ومعركته معهم التي أشير إليها أنا في قصيدة عرج بلبنان سائل بونابرت عن عكا وهجمته هل عاد منتصرا أم عاد منهزما أحمد باشا الجزار شخص قوي أمير قوي كان يحكم منطقة فلسطين وجنوب لبنان بإمارة قوية لها طبعا تأييد من الباب العالي في أستانة والكتاب مكتوب عليه هذا الكتاب ملك لأحمد باشا الجزار وقف على طلبة العلم في مسجده بعكا النورة لكن الصفحة الأخيرة مكتوب عليها هذا الكتاب صار وقفا لطلاب العلم وقفه سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم لطلبة العلم في مسجد شنقيط وسيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم لم يمر بالشام ولا بعكا يعني مر بمصر لحاجته كيف وصل له هذا الكتاب تجد نوادر من هذا النوع عجيب غريبة جدا كتاب الموجود مكتبة أهل حبت كتاب موجود النظائر الوجوه والنظائر من كتاب الله تعالى نظره خبراء أوروبيون وعرب وقالوا إنه يشك أن يكون نسخة المؤلف أحمد في القرن الخامس الرابع الهجري نهاية القرن الرابع في العراق قد يكون نسخة هذا المؤلف وهذا الكتاب لا يوجد منه إلا النسخة اللي في شنقيط أو نسخة في أصفهان في إيران مبتورة الآخر والدلائل تشير إلى أنه يمكن أن يكون نسخة المؤلف عجيب عجيب ننتقل من هذا التراث الجميل وهذه الغرائب التي لاحظتموها خلال تجوالكم في ربوع موريتانيا إلى سؤال آخر يشغل مشتغلين بالأدب والثقافة بصفة عامة هذا السؤال هو سؤال الحداثة والإبداع هذا الإشكال مطروح كيف تقدمون للمشاهد الكريم مشاهد القناة الثقافية جوابا لهذا الإشكال هل الإبداع متولد من الحداثة ما الذي جرته الحداثة على المبدع على الفنان بصفة عامة بحيث أصبح إلى حد ما يتبعها بدل أن يخلق حداثته لذاته إشكال الأنا هناتي والهوية والذات في الإبداع مع هذه الحداثة ما الذي نفعل مع هذا؟ نحن في الستينات كنا نطمح إلى العصرنة والحداثة ونسميه يعني الأدب يجب أن يكون مرآة لعصره وأن لا يكون غائبا عن عصره ولكي يكون مرآة لعصره يجب أن يبحث لعصره لكل تحسين كل شيء يكون كل شيء أحسن مما كان لكن في الأدب
طرأ مفهوم جديد لم تسأل عنه ما بعد الحداثة. فعلا السؤال مطروح كبير جدا. وأنا مع الحداثة، أنا مع التحديث إذا كان التحديث هو الطموح للأحسن والتعبير عن الواقع المعاش. أنا معه. ما إذا قيل لي ما بعد الحداثة فهو أمر غيب والهرولة إليه ليس لا أدري ما ستكون نتائجها. وكان أقول عن النبي الحساني أن الدفعة لا بعينها، لا بعينها ولا ولا لا أعرف عنه شيئا. فقط لدي ملاحظة حول الحداثة. نعم. نحن مدام الشعر مثلا. نعم. تخلينا عن القافية. وجاء شعر التفعيل. نعم. مع نازك الملائكة. نعم. سياب. سياب. نعم. ما زال موجود. نعم. لكن جاءت الحداثة بالتخلي عن الوزن. فجاءت القصيدة النثرية. نعم. هنا أتحفظ لأن التفعيلة فيها خاصية من خصائص الشعر العربي وهو الإيقاع القوي. نعم. عندما نتخلى عن الإيقاع فقد فضل الحداثة على خصائصنا، فأنا مع كل حداثة لا تتنكر لخصائصنا. زي. أما ما بعدها حداثة أتحفظ عليه لأن مفهوم غامض حقيقة. نعم. الصورة الشعرية في أدبنا العربي في اللغة العربية بصفة عامة أخذت جماليتها أساسا مما يحتكم إليه كل الناس وكل المسلمين. هو إذا يعني إذا قارن جمال اللغة جمال الصور في القرآن الكريم هو الذي جعل كتاب الله مختلفا وجعله محفوظا، لأنه لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا من القرآن لا يأتون مثله ولو آية ما يقدروا يجيبوها. فجمال القرآن بالإضافة للإعجاز اللي فيه يكمن كذلك في إعجازه اللغوي، إعجاز الصور اللي فيه اللي لم يستطع حتى قريش أن يأتوا بمثلها. النسق الموسيقي فيه في جناس النسقي أو الموسيقى العفوية تجانس الحروف، حتى الصور البلاغية اللي فيها رائعة جدا. عندما تستمع بأذن واعية وقلب يتذوق الجمال لأمداد إحدى السور. نعم. لأمداد فيها. نعم. شمسي وضحاها والقمر. نعم. إذا نعم. تلاها. نعم. والليل إياه. أمداد القصيرة والمتوسطة والطويلة. نعم. تجد العجائب والغرائب وتجد النسق الجناس النسق في نور على نور يسفل إهلاه نوره من يشاء. هذا مثل إعجاز رواية. حتى لا الصور البلاغية على جانب آخر، أقصد الصور البلاغية اللي بلاغية عجيبة. ففي الحداثة هنا قدموا لنا صورا أخرى تقدم في القصيدة، من ضمنها ما يعني جلبته علينا الحداثة من 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 الإنسانة، إنسانية الأدب، من أساطير الآخر إلى آخره، وبدأت محسنات لهذه القصيدة. عندما نذهب إلى الأساطير اليونانية نستنهضها ونستدعيها على حساب ما كنا نقتبسه من القرآن، فقد يكون هذا من 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 ما بعد الحداثة. هذا سؤال يطرحه نفسه كإبداع. المهم أن حداثة تتنكر للأصالة والخصائص اللغة العربية، خصائص الإبداع، خصائص البلاغة، خصائص الشعر، نتحفظ عليها. وما دامت حداثة لا تتنكر بهذه الخصائص المحسنات فأهلا وسهلا بها. مشاهدي الكرام، ونحن نصل إلى نهاية هذه الحلقة من لقائنا مع الأستاذ الشاعر أحمد عبد القادر في منزله العامر. لا يخفى علينا وعليكم شغفنا وإياكم بقصيدته الرائعة وادي الأحبة هلا كنت مرعانا. أمس أولى بالطلبة ولا أحفظ النص، سأقرأ بعضها أو كلها إن شئتم. نعم كلها. أنتم سألتم عن مناسبات القصائد دوافعها. نعم. أذكركم بأن 88 و900 ألف ولد الاتحاد المغاربي وصاحبه حماسة قوية في البلدان المغربية وحتى في المشرق تحمسوا له. صحيح. وكان وزير الثقافة وقتها أستاذ المرحوم محمد سالم العدود،
فنظم مهرجان للشعر المغاربي للاحتفاء بميلاد هذا الاتحاد. فالقصيدة كانت ترحيبية بوفود المغاربية للشعراء المغرب العربي من ليبيا إلى المغرب، وعنوانها أحبابنا الأهل، والعنوان الجماهير عند الجمهور وادي الأحبة. وادي الأحبة، وادي الأحبة هل لا كنت مرحان إن الحبيب حبيب حيث مرحان، يا أخ البعدي هل تشفيك قافية تبوح بالروح أنفاسا وأشجان، أف على الشعر والدنيا بأجمعها ما لم تقرب إلى الإخوان إخوانا، هون عليك فذاك الشمل مجتمع والنجع لاقى على التحنان خيانا، إن الحمائم قد عادت مغردة فوق الغصون وعاد البان نشوانا، أما رأيت طيور البحر هادمة في أفقنا ترسم الأفراح ألوانا، تسر معللة الأنخاب هل نسيت بعد الرحيق كؤوسا كنا هجرانا، وسل أحباءك الآتين كيف أتوا وكيف ناموا على الهجران أزمان، وشائج الأرض أقوى من نوازعنا والحر ينسى طباع الحر أحيانا، أحبابنا الأهل مرحى يوم مقدمكم هذا لقانا، أحبابنا الأهل مرحى يوم مقدمكم هذا لقانا، فهل تنضم أشلانا هذا لقانا، فهل آمالنا انعتقت وهل نسيم ربيع الوصل قد لانا، نريده صفعة للأمس توجعه إلى الغد الأبلج البسام وافانا، نريده غرسة للمجد واحدة دوحا يكلل عري الأرض تيجانا، ولا نريد مواثيقا مطرزة تعيش في الورق المنسي أدرانا، ولا نريد ابتسامات مؤقتة تغشى الوجوه وتغدو بعد نكرانا، قبل اللقاء قبل اللقاء أحره التاريخ ما عرفت وجه الصباح ولم تطلبه عنوانا، كأن طارق أوصانا بأندلس شرا وعقبة لم يمرر بمغنانا، نروي لأبنائنا مجد الجدود ولا نبدل الشوك عبر الدرب ريحانا، وكيف ينفعنا عز الأوائل ما دمنا بغاثا وطار الغير عقبانا، حار الأدلاء حار الأدلاء والبيداء تبحث عن نجم الطريق ولم تعرف له شانا، وإنما نفع الضادي تسعفنا نورا إذا الليل في بلواه أعشانا، وللرياح تراتيل بغير هدى تسبي الذي يعبر الأمواج وأسنانا، وتسرق البرق من أحشاء سطوته وتترك الغيم من علياه في علياه ظمآنا، يا غرسة المجد هل تشفيك أغنية من وحي أوراس تبري الكون ألحانا، وهل تجود عليك الدهر ماطرة من القلوب تحيل الصخر وجدانا، نبه لها عمر المختار وادع لها عبد الكريم بما صانا وما زانا، ونادي شنقيطة واستنفر معالمها والقيروانا وتطوانا وفزانا، فالكرم قد عانق الزيتون في مرح والطلح يزهو عساليجا وأقصانا، بشرى البشائر مدي ألف معلمة فوق السماوات تحيي عهد لقيانا، وسائلي عن بريد القدس هل وصلت خيوله البيض تستسقي روايانا، وعن مآذنها الثكلى فإن لنا هناك أهلا ضحاياهم ضحايانا، تزوبعت همم الأطفال عندهم وأنبتت بعيون الورد أسنانا، لو أن سيف أبي بكر ويوسف لم نغمده فينا تخطى اليوم بيسانا، ومض الحجارة يزهيه ويسألنا متى تطاول سيل الدمع بركانا، ما أروع الجرح تجفوه ضمائده حيا ويرمي وجوه الظلم نيرانا، أحبابنا الأهل
لا شط المزار بكم بعد التجاني ولا مدته دنيانا لولا المرابع والذكرى لما انطفأت بعض الحروق التي تشوي حنايانا فيما التفرق والأهداف تجمعنا لا يعلم السر إلا الله مولانا ما كان أقربكم منا وأبعدكم ما كان أقربنا منكم وأنآنا كم ذا أخاصم قلبي حين أهجركم وأمتري منه سلوانا ونسيانا ويرفض القلب أن ينأى قلوبكم من الحبيبة حبيب حيث ما كان. إذن مشاهدي الكرام كانت تلكم القصيدة التي يلهج بها الناس عموما في هذا البلد وادي لأحبتي هلا كنت مرعانا نتمنى أن تكون ممتعة وأن تنال إعجابكم وليس هذا بالغريب عليها لكن قبل أن نودعكم نعود للأستاذ الشاعر أحمد عبد القادر في هذه الأبيات عن اللغة العربية كان يقال بعض الأحيان يتهمون بالعنصرية والتعصب للغة العربية هم يريدون لا يريدون إلا حقهم إلا لغتهم في هذا نص من قصيدة لا أحفظ منها إلا أبيات قليلة يقول أنا لا أعادي في الوجود حضارة وأرى الثقافة مسرح الأرواح لكن أشد حزامتي في أخذها وأقول شرطي واقفا بسلاحي ألا تكون على حساب حضارتي وتراث أجدادي وأصل كفاحي أنا لا تغرني الخدائع إن بدت في زيها الرقراق واللماح أنا لا أصافح من يريد خديعتي متبسما يسعى لقطع جناحي إذن مشاهدي الكرام ماذا أقول وهذه الحلقة من هذا اللقاء الرائع والممتع مع الأستاذ الشاعر أحمد ولي عبد القادر ماذا أقول في ختامها سوى ما تقولون جميعا أدامكم الله لهذه الأمة ومتعنا بكم سنين وعواما إن شاء الله جزاكم الله خير وباسمكم مشاهدي الكرام أشكر الأستاذ الشاعر أحمد ولي عبد القادر على ما أتحف به القناة الثقافية السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته